قرار خذينا بيت بأمريكا وراح ننقل أوراقنا ونعيش هناك. كل اللي أقدر أقول لك إياه ديري باكر بنتك لولو. اللي قاعد يحط الورد ما عرفتي منو؟ لا ما عرفت منو. قاعد أقول لك البنية عندها امتحان. بتحرميني من بنتي يعني ولا شنو؟ ولا ليش إن الحضانة بيدك بتحكمين حتى بشوفتي؟ أنا أمها وأنا أدرى بمصلحتها وأعرف متى الوقت المناسب اللي تطلع فيه. لما تقل الثقة بيبي الإنسان يبدي يخاف، يبدي يدور على أي شخص يوقف معه ويسنده. مسكينة مو راضي تقتنع إنك أنت ما تبيها وتبيني أنا. تقول اللي تقوله، مو ضارنا شيء. تي تدرين شيء ما ندري عنه؟ المسعدة مو حامل، تكذب عليكم. هي منو تهجي لحالتها؟ طلال؟ شيو، هي اللي حطتها. يقولون إن بيبي قاعد تتكلم عني ويقول إنها رايحة بيتها وحطت لها كاميرا بعد. ليش كل هذا؟ شنو؟ كاميرا؟ ها؟ إيه؟ هلا شلونك؟ تمام، انت شلونك؟ الحمد لله. توك كان بيت ابوي؟ اي والله توني عندهم. انت شلونك؟ اخبارك؟ شو مسويه؟ لا جديد، بس تو قبل شوي كانت عندي رفيجتي، قعدنا شوي ومشت وخلتني. لولو وينها؟ ما اسمع صوتها. نايمه بداري، تخيل لتزمت علي الا تبي تنام عندي. تبيني اشيلها واوديها دارها؟ لا عادي. والله؟ والله العظيم خلها. زين أنا بروح أنام وراي دوام، تبي شيء؟ لا سلامتك. يا نوم العوام. الله يعافيك. إذا بيبي فتحت سالفة الكاميرا مع طلال وقالت لأني أنا اللي حطيتها راح يدري إني أنا قاعدة أفتش من وراه وما عندي ثقة فيه. بس لا شنو يعني حتى لو قالت له أنا متأكدة إنه ما راح يصدقها. زين لحظة بعدين هي ما عندها أي دليل يثبت إني أنا اللي حطيتها. أي أساساً شاكة يعني مو متأكدة؟ لأنها لو كانت متأكدة كان دقت عليها على طول. يا رب شو أسوي؟ أنا غبية ليش سويت كذي؟ ليش ما خليت أحد غيري يحط الكاميرا؟ استغفر الله بس الله يستر. هلا هلا ابو خالد، هلا حبيبي، شو الاخبار؟ انت عندي نورت المكان يا حبيبي. ايه شوف اللي تبيه الحين، هم اكيد راح يطلعون لك الديزاينات والديكورات، انت اختار. لا تكلمهم بسعر، واي سعر يقولونه لك لا تصدق، اصلا ما راح نختلف انا وياك اخوي. حبيبي انت الله يحفظك يا بعد راسي، بعد عمري يا ابو خالد حبيبي. يلا فما الله حبيبي.
هلو البدري. اهلا يا مرحبا. اهلا اهلا. شلونك يا هلا حبيبي؟ الله يحفظك. مبارك يا يبا. زين شفناك. ساعتك امرك يا حبيبي. انت شو الدنيا فيك؟ شو اخبارك؟ الحمد لله تمور تمام كلنا بخير. انت شلونك؟ شو مسوي؟ والله بخير تمام قلبي. والله مشتاقين لك حبيبي. وانا اشكر الاهل. شلونهم؟ والله الحمد لله كلنا عسى تمام. والله الحمد لله. الاخوان كلهم تمام؟ كلنا بخير وبعافيه. انت شلونك؟ طمنا عليك. الاهل شلونهم؟ ويخليك يا رب. الله يحفظك يا حبيبي. عاد وين الغيبة هذه؟ لا تمر لا تسأل، عتب عليك كبير. حبيبي 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 من حقك تعاتب مثل ما تبي. الله يحفظك حبيبي. شوفك انت لاهي يعني الله يعينك. كرسون ولغمة الغاضي. شو نسوي بعد؟ لاهي لاهي عدل. عاد ماخذين وقتك. عاد صج صج ماخذين وقتك. الله يعينك حبيبي. عاد مر علينا الديوانية خلينا نشوفك. تقعدون؟ قاعدين عبيد وجسور شباب كلهم موجودين يوميا. حاضر حبيبي. حاضر رقمك عندي بكلمك انا. حبيبي سعد القوة. سلامتك قبرك. الله يحفظك حبيبي. يا مرحبا. تعمل شيء؟ سلامتك عمرك والله. يا مرحبا حبيبي. انت حبيبي حياك الله. حبيبي يلا في امان الله. حبيبي في امان الله. يا مرحبا. عساك على القوة. النهارده هنتكلم عن طرق الشحن الكهربائي. طرق الشحن الكهربائي هيبقى عندنا عناصر. العناصر دي الشحن للدم، الشحن للمس، الشحن للحس. تمام؟ هنبدا بالشحن للدم. للحين اجي بالكلاس؟ ايه. زين طلعي الحين ضروري. اخاف يزفني الدكتور. عادي اذا زفج مسحيها وي. اوكي. لحظة. هلا بدو. هلا فهد. هاي بتفكر. أنا مش قايلة على سالفة الورد. بس يلا مشكور. ايش فيك؟ شنو ما عجبتك ولا شنو؟ لا عجبتني. زين في كيف حلو عندهم خوش كاكاو وانت تحبين الكاكاو. امشي عازمك. ما مالي خلق، خليها مرة ثانية. ايش سالفتك انت؟ شنو زافك الدكتور ولا شنو؟ لا بس فهد قاعدة من الصبح صداع، جد مالي خلق شيء. اوكي. اللي يريحك. يلا باي. فهد. سالفة الورد بليز بليز لا تعيدها. ان شاء الله. يا ربي ماني فاهمة. هو اللي داز الورد ولا مو؟ أقول له ما أقول له ولا لا يكون عرفت اللي قاعد يدس لها الورد وصارت ما لها خلقي. ما شاء الله أم شفت تغريداتك بتويتر وبالإنستغرام. شلون تعرف تكتب كذي؟ تدرين عاد؟ أنا عارف أتكلم كتابياً بس أما شفهياً أخورة بالكلام ولا عارف أعبر وألاقي صعوبة كبيرة أني أفتح أي موضوع وأسولف فيه. ما فهمت شلون؟ أنا أقولك لما نكتب في السوشيال ميديا تلاقيني أرد أعدل وأغير وكذا مرة بالجملة لين تطلع معاي بالشكل اللي أنت قاعد تقرينه. أما شفهياً ما راح أقدر، راح أقول جملة مرة واحدة يعني وخلاص ما أقدر أعدل فيها. فعشان كذي ألاقي صعوبة كبيرة في التعبير. إلا عاد إذا كان الشخص اللي قدامي وايد قريب ممكن شوي تغير الكلام. وأنا من أين الناس تعتبرني؟ والله ما أدري بس للأمانة أنت بالفترة الأخيرة صرتي وايد قريبة مني وايد أسولف وياك وأقدر أفتح معاك أي موضوع بكل سهولة. وأنت بعد صرت وايد قريب مني. بس أنا مو فاهمة. أنا مو فاهمة أي نوع من القرب اللي قاعد أحسه. Thank you.
واضحة بعد. اللي دزلي هالمسجات واحد ما له علاقة بفهد كلش. بس فهد شكو ياب للورد اليوم. غريبة. الله. أنا بعرف أنت لمتى تمسكين هالتليفون هذا. مسكين إيش كتاب قريه وايدة في يدك. بوي عمي شخباري من قام يستخدم الكتب الحين هذا جيلكم. جيلنا إحنا بالتليفون كل شيء عندنا وايد سهل الموضوع. والله يوم عن يوم قاعد أكتشف إنه ما منش فايدة والحكي معاش ضايع. صح مشكور. صدق أبو جاسم. هلا عمي. صار على التوفي. إن شاء الله الحمد لله كل شيء تمام الأمور طيبة لا تحاتي لك. عاد ابي اسمع اخبار حلوه ها ان شاء الله. بس شكلي حزتها ما راح اكون موجود. ليش؟ بكون مسافر يعني عندي الكورس الثاني بيبلش فبكون هناك ان شاء الله. الامور طيبه ان شاء الله. صدق عمي شنو انا عندي انت قدوتي. اي والله العظيم ودي اصير مثلك بكل شيء صراحه. لا مو مثلي بتصير احسن مني. انت بس خلي يكون عندك اصرار وعزيمه راح توصل حق كل اهدافك ان شاء الله. الله يسمع منك ان شاء الله يا ابو جاسم. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. صدق الوالد وينه؟ وي والله ما ادري انا ساعه بالمسجد الحين ما ادري والله. اي والله بعد خوش واحد. ما ادري يما ما في شيء ناقص؟ مو ناقص شيء ما شاء الله تبارك الرحمن كل شيء جاهز ما ناقص الا الضيوف. اي والله الحمد لله. انا اهم شيء عندي انت موجوده وما في شيء بس هذا يكفيني. تعالي كاتي بسرعه. يس مدام. نزلي تحت الحين بتشوفين ميني باس وايت في هذول مال فود بوفيه. صعديهم خلي يحطون السيت اب يلا بسرعه. اوكي مدام. اختك سلوى مكانها مبين مشتاقه لها وايد. ما عليه ما بحش نسوي هذه مريلها وتبيها لازم تسافر لها واجب. يلا الحمد ما متأكدة ما في شيء ناقص؟ تلقين الخدم شايلين هذا حاطينه هناك مغيرين الأماكن بس ولا ما كل العافية؟ اي والله صادقة. ودي اشوفك. تدري اني معزومه على العشاء؟ وتدرين ان كسر الخواطر شيء. سلامه خاطرك. انت بتروحين حق رفيجتك؟ والله كاني ها قاعد مكياج واتكشخ على طول اروح. عاد بتحطين ميك اب وايد؟ اصلا انا ما احب احط ميك اب وايد خفيف خفيف. بس هالمره شوي مغيره الحمره يعني تغيير. انت ما تحتاجين ميك اب خليه حق اللي يحتاجون. انت قمر. لا تقولي شي ترى شوف نفسي. شوفي نفسك يا يبا والله يحقلش ترى شوية بحقك هالحكي. تسلم من ذوقك. يا بعد أمر بيبي أكلمك بعدين. أنا أخوي قاعد يناديني. يلا باي محمد. بغيتني بشي؟ متى بتروحين عقل فيشتك؟ كان الحين بس أخلص وأروح على طول. تبين وصلت ولا تروحين بروحك؟ لا مشكور انا اروح بروحي. يلا دير بالك. ان شاء الله. الو الو خل خدامتك تنزل لي. شنو خدامتي تنزل؟ ايش حكه تنزل لي تحت عند الباب بعطيها شغله خد تنزل.
بيكه ماما روحي نزلي تحت بتلاقين سياره فيها ريال عنده اغراض يبيهم وتعالي ان شاء الله بسرعه بسرعه ماما. اوكي بدر وترتني شايب لا تحاتي شفت اخوك وهو طالع عدرا انه مو عندك واللي جايبه شيء بسيط بدر شنو هذا شنو شايب ليش مكلف على عمرك ايش كلفت على نفسي تركي عنك هالحكي من اليوم ورايح انا مسؤول عنك وعن بنتك بعدين هذا ولا شيء من المفروض اسويه تستاهلين اكثر والله ولا شيء بالنسبة لك بس بالنسبة لي شيء وايد كبير قاعد أقول لك أنت قاعد تحسسني بالأمان قاعد تصير ظهر وسند لي إن شاء الله دوم أكون لك ظهر وسند بيبي أنت ما تدرين شنو غلطتك عندي والله جد ما تعرفين شنو كثرك شنو أنت منتي طالعة يلا 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 نزلي وريني كشختك بس هايرش لين بيت رفيشتش عشان تطمن يصير ولا ما يصير؟ عمك بيسافر؟ ايه بيروح يجهز حق الكورس الجاي ليش انه وقف قيده هالكورس اها اقول لك انت متى تخلصين امتحاناتك الو متى تخلصين امتحاناتك ثلاثه حلو يعني تخلصين قبلي انا اخلص الخميس تكفين هالجو ابي نروح كل مكان سوق سينما كل شيء كل شيء والله مليت من القعدة السلام عليكم اهلا شلونك هاجر تمام الحمد لله هاج ولا اشوفك تنسين شيء عندي مره ثانيه تحججين عشان تشوفيني اها تتمنى زين اقدر اكلمك شوي بدور في شيء ودك تقولينه شيء اي يعني سالفه موضوع شيء بخاطرك مو انا وانت واحد مو هذا كلامك اي اكيد بس انا ما عندي شيء بقوله انت عندك شيء تبي تقوله لا مو غصب انا ما عندي شيء اقول يعني انا اقول يا ما تقولين فهد انا بروح ادرس تبي شيء سالفه معك حي الله بنيتي الله يحييك خالتي المفروض الناس اتي توجب وتمشي هذول الله يهداهم طولوا وانا حاتمي لازم تاخذ دواها وتنام ايش دعوه عليك شكلها نغزة عني هو شكو نغزة عنك انت منا وفينا ما انت غريبه قاعده لي الصبح بذمتك ما غليها غلط سلوه الله يحفظكم ولا يغير عليكم يا رب العالمين يا بنيتي اللهم امين متزوجه يما انتي عاد امي اذا سالتك هالسؤال خلاص بتخطب لك ايه خاطبه حق نص بنات فريجنا طلقي خالتي وي حسرتي في احد يخلي هالجمال والدلال يما انت ذهبه بس يلا الله يعوضك ان شاء الله باللي احسن منه ان شاء الله يا ربي
لا تحاتيني يما، مو هو اللي هدى، هي اللي هدته. زين سوت فيه؟ يلا انا من رخصتكم بستأذن. ها يعني الحين انت زعلتي وتحسستي؟ لاش دعوه، بس صدق الوقت اخر، لازم ارجع البيت. يلا مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه خالتي. مع السلامه حبيبتي، حياك الله. الله يحييك. بس توصلين؟ طمنيني. يلا اكيد. الو يا هلا، ايش فيك؟ وين؟ زين يلا دزي اللوكيشن الحين اجيك. يلا يعطيك العافية أختي. الله يعافيك. تبي مساعدة؟ لا مشكور، أنا اتصلت بهني. زين شايفة أنا مبكرة أنت هني. إي ما عليك، اتصلت بهني الحين جاي. معاش السبيرة بدلك إياه؟ نعم يا أمر. أمر ما يمنع عليك أدو حبيبي. تفضل. بس شفته مبكرة. لا حبيبي سهل. تأكد أخوي ما إيه متأكد. تسلم. حبيبي مشكور. إيه. الله يسلمك. دوج؟ لا مسكين كان بيساعدنا. أكيد. والله. شنو هالتاير؟ إي. زين فتحي الدب. أشكركم، أشكركم جميعاً، أشكركم على جميل ترحيبكم. قل لي الزرار ده بيعمل إيه؟ خد بالك. بس يطير المنقذ. آه. انت ما مليت من هالفيلم هذا ما طالعين غيره؟ احبه. اوكي حبيه يعني، بس مره مرتين ثلاث، كم سنه صار لك طالعين هالفيلم هذا؟ وسيادتك منين بقى؟ سنغافوره؟ هونغ كونغ؟ لا الحقيقه انا انتمي لضرب المجره، منطقه النجوم الخمسه، وعضو في الوحده الكوكبيه لحمايه الكون التابعة لفرقه جواله الفضاء. انا بحمي المجره من تهديد غزو الامبراطور زور. مش وين تاخرت؟ العدو اللدود للحلف. بدر أخوي محمد قاعد يتصل فيني دقيقة. ألو. ألو هابيبي وينك؟ شو سوي؟ بنشر علي تار السيارة وصار لي ساعة واقف. لا والله أي صوب أنت أيلك؟ لا 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 ما له داعي، كان واحد ولد حلال وقف لي وجري بيخلص السيارة، كان الحين يخلص ويكم. يعني أكيد بيبي ما أيلك؟ إي كان ركب السبير، كان الحين شوية وأمشي وأحرك. لولو قاعدة؟ إي كان هي قاعدة يمي طالع التلفزيون. زين قولك شايف الطيف ها؟ وسمعي تاير المبنشر خليني انا باكر اوديه اصلحه مع ودي. ان شاء الله تمشين بدون سبير. ما تقصر. خلاص انا ليت اتفاهم معك. يلا ديري بالك. يلا باي. خلصنا. يعطيك العافيه ما قصرت. الله يعافيك. لحظه دقيقه وايد عذب. لا بسيطه بسيطه بسيطه. وين ايدك كلها مسخه. والله ما ادري ايش اقول لك، مشكور ما قصرت. هل تقولين شيء؟ ايش سويت انا؟ ما سويت لك شيء. يلا يلا تمام ترى. اكيد ما راح يتبطل علي؟ لا لا ما يتبطل عليك. كل شيء تمام، بس لازم تبدلينا ها؟ ان شاء الله. عشان السبير. كلمت اخوي انا وهو قال لي تمام؟ يلا عساك على القوة. ديري بالك. ان شاء الله. بس تقشر لعبة؟ أكل شوي دعاية. يلا يلا. هذا شنو؟ أنا عارفة. السلام. سلام ها الحمد لله السلامة. الله يسلمك. شلون كذي بنشر تاير؟ ما أدري والله. تكفى محمد، باكر إذا وديتها البنشر تشيك عليها شوف يمكن مسمار شيء. إن شاء الله. ايش مقعدك؟ يلا ماما يلا يلا قومي سليب تايم يلا. ما انتي وديني
وليش انا وديك؟ انت مو كبيره؟ عيب اصلا انا وديك. يلا قومي روحي. يلا حبيبتي قومي. حتي تعبانة. هذا عرف يسويه عدل؟ شنو؟ اللي سوالك البنشر عرف يسويه يعني ركبه عدل التاير ولا لا؟ معودة لا يفت عليه؟ اي اكيد ما ادري يعني اكيد سوى عدل لانه وانا قاعدة اسوق ما حسيت انه في شيء غريب. زين تبغى تشرب توديها وتشيك عليها. تكفى محمد تعبانة والله برحام. جود نايت. جود نايت. ها ماما تعالي. ايش فيك؟ ما اخاف انام بروحي. تعالي تعالي ماما. اول شيء احنا قبل لا ننام لازم شنو نسوي؟ نقرا قران ونقول الادعيه اللي حفظتيها بالمدرسه، صح؟ بعدين انا الغرفه مسويتها حق منو؟ حقك. منو بينام فيها؟ لازم تنامين فيها. ماكو شيء يخوف، انا موجوده، خالك موجود، كلنا حوالينك. اوكي بس اليوم. بس اليوم. يلا تعالي. تعي قربي يمي. باكر إذا طلال سواها فيني وسافر وقص علي وخذلوله معاه. حبيبتي إذا قعدت من النوم وحلمانة بحلم يخوف تروح حق منه؟ تنام بحضن منه؟ هذه ايش فيها ما ترد على مسجاتي؟ دزيت لها كم مره وما ردت. لا يكون فيها شيء. زعلانه مني. حتى بيت ابوي ما مرت اليوم.
محمد. هلا. الفيديو اللي دزيته أمس. أي فيديو؟ اللي بالجروب اللي قط نفسه بالمسبح. لهالدرجة الفيديو ضحك؟ وايد ضحكني كل شوي كذا عيدة. صدقين دزيته حق ناس وما علقوا؟ يمكن ما شافوه. لا شافوا بس ما علقوا. يمكن أنا أضحك على أي شيء. أنا بروح أتريق مع البنات، تبتي معي؟ لا بالعافية. الله يعافيك، يلا أشوفك. هياك. ما تقولي ليش فيش من نفسه؟ شو يبوذش مادته شبرين؟ يلا صباح خير يرحم لي والدش، ترى ورانا امتحان. شفيتش ما فيني شيء. اي ما في شيء طاع بوزك. انا ليش دق عليك من الصبح وقالت لك مريني؟ اروح بسيارتي ترى وايد عادي، وايد عادي، ولا اروح كذي كآبه من الصبح. خلاص امشي انا وديك، وين نروح؟ وين بنروح؟ بنروح المقبره، نقعد نبكي شوي. بنروح الكليه يعني عندنا امتحان. هجر ذا شي بتسوين ترى عادي، والله قلت لك اروح بسيارتي وايد عادي. ضحكي. لا ضحكي عادي، لا تقصي علي. خلاص اوكي يلا امشي. يلا لا تصيدنا الزحمه يا محوده. ضحكي. حلوه حلوه. اما وصلت لك نكته حمود؟ اي نكته؟ مالت الطياره ما وصلت لك؟ ما ادري ما انتبهت. انت اكيد ما تنتبهين، انت شو تنتبهين عليه اصلا؟ انتي مو مركزة على ولا شيء بحياتك، ولو تركزين كان وايد اشياء تغيرت. بس خلت كذي، روحي روحي روحي، بس روحي ودينا الجامعة. انا غلطانة اللي قلت لك مريني. طاقة سلبية. الو انتي وينك؟ شفتك وانتي هاي تاخذين بدور اليوم. ما راح اطول عليك، لازم اشوفك ضروري، في موضوع مهم لازم نسولف فيه. ماشي. صدق سلبيه.